نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزارة الصحة الإماراتية أعلانها أن البلاد وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح سبوتنيك في الروسي للوقاية من كوفيد-19 ليصبح ثالث لقاح توافق عليه الإمارات. أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل رصد زلزال بقوة 6.8 على مقياس ريختر في البحر بالقرب من الفلبين، وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 122 كيلومتراً، وكان المركز قد أعلن في البداية أن قوة الزلزال بلغت 7.2.